صراحة أنا سمعت عنه، أنا فولور على كايا سكين كلينيك أريبيا، والكومبيتيشن كان من الأشياء اللي انحطت ريسنتلي. حبيني وبين حالي قلت إنه هات لجرب، مع إنه I never win anything، فهالمرة I decided إنه ليش لا، فجربت ودقولي من يومين إنه ربحت ولكويني. فهي كلمة rewind اللي شدتني إني to join هذا الكومبيتيشن. عكترة الشغل وخاصة مجالي بالبي آر بيضلني اضحك واتبسم للعالم، حسيت انه هون صار عندي لاينز وبلشوا يصيروا ديب، وغرتي عم سمكة زيادة لانه بلشوا يطلعوا الفورهيد لاينز. my expectations من the whole treatment او هالاكسبيرينس انه انا كتير شخص طبيعي او داون تو ايرث بطبع شخصيتي، سو اكيد ما بدي شيء يكون لا اكستريم، يعني ما بحب بين لا منفخه من هون ولا مبين عمري 25 سنه، يعني I'm happy with my age late 30s، ما رح نقول قد ايه كثير حلو، فبحب انه بين بس انه عندي جلو وبين هيلثي. السيرفيس كانت كثير مريحة، الحكيم كان رائع، ايده كثير خفيفة، انا كثير مبسوطة اني حسيت في اشياء تغيرت فيه للاحسن، والنتيجة حسيت بفرق طبعا، كثير مبسوطة اكيد، يعني ما حدا ما بحب التغيير للاحسن. اي ادفايس كل حدا عنده بحب انه يعمل اي شيء من هذا النوع ما يفكر مرتين.